للأوراق المالية ليطلعنا على تفاصيل هذه الجلسة. أهلا بك معنا أستاذ إيهاب وحمد الله على سلامتك. الله يسلم حضرتك، الله يخليك. طبعا ارتفاعات اليوم، يمكن شفنا عملية جني أرباح بسيطة بداية التداولات عادت لتعوضها المؤشرات. هل الإعلان عن فوز التحالف لدار الهندسة المصرية السعودية بعقد تطوير محور قناة السويس كان هو الذي دفع، ولا أوريدي كان السوق محتسب هذه الأخبار سابقا وكان أصلا يعني يمكن معلن الخبر لكن ليس بشكل رسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعتقد يعني أنه ما كانش له تأثير قوي، هو كان متوقع من امبارح الحقيقة أن السوق هيعاود التماسك النهاردة، خاصة مع اقترابه في بداية الجلسة من مؤشر إي جي إكس 30 طبعا من مستوى دعم عن 9270. أول ما المؤشر قرب من هذا المستوى على طول بدأ يحصل نوع من التماسك في الأسهم القيادية، تحديدا سهم البنك التجاري الدولي اللي هو قائد الصعود الأخير كله، وبدأ يعاود الارتداد مرة تانية ويطلع فوق مستوى 46 جنيه ونص. على طول لقينا الأسهم كلها بتعوض خسائرها الطفيفة الحقيقة اللي كانت موجودة مع بداية الجلسة. وطبعا قطاع الإسكان واصل التفوق بقيادة سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير اللي النهاردة بيحقق مستويات سعرية جديدة قرب 69 جنيه لم يراها من 2008. وراه كمان كان طبعا سهم السادس من أكتوبر صادق قرب من مستوى 47 جنيه و30 قرش. وكمان طبعا طلعت مصطفى زي ما حضرتك اشرتي في البدايه، قدر ان هو يتجاوز مستوى ال 10 جنيه ويحقق مستويات برضه لم يشهدها في سنوات. اعتقد ان الرؤيه بشكل عام ما زالت ايجابيه. التراجع اللي حصل امبارح في رايي الشخصي لا يعد اكثر من عمليات جني ارباح قصيره الاجل. صحيح هناك حده في الصعود وهناك ميل حاد جدا في زاويه الارتفاع اللي حاصل في الوقت الحالي، والبعض يعني شايف ان ده مقتصر على بعض الاسهم دون الاخرى. ولكن هنا نحب نوضح للمستثمرين نقطه مهمه جدا، ان بقيه الاسهم التي لم تشهد حظها من الصعود ستعاود الارتفاع مره اخرى خلال الفتره اللي جايه، لانه طبيعي جدا ان احنا في اي دوره زي ما قلنا من زمان قوي ان قطاع الاسكان هو اللي هيتفوق خلال الفتره اللي جايه ومعه قطاع البنوك، وده اللي حاصل دلوقتي. على طول هيحصل الجروب روتيشن وهتبتدي السيوله تخرج من هذه الاسهم تباعا وهتبتدي تنتقل الى الاسهم الاخرى، وهنبص نلاقي ان الاسهم اللي هي ما بتتحركش بشكل ايجابي تتحرك خلال الفتره اللي جايه، وده اللي بدا يظهر في مؤشر اي جي اكس 70 واي جي اكس 100. النهارده مؤشر اي جي اكس 100 بيحقق اعلى مستوى سعري من يناير 2011، وكمان اي جي اكس 70 مجرد ما يتجاوز 666 نقطه برضه هيبتدي يظهر تحسن كبير جدا في ادائه. طيب احنا بعدنا عم نسمع بعض التضارب بالاراء استاذ ايهاب حول شهادات الاستثمار التي ستطرح يعني خلال الفتره القادمه امام المتداولين يمكن المستثمرين فيها. 12% البعض يمكن اختلف عليها انه نسبه عاليه جاذبه بالنسبه للمستثمر، البعض راى بانها ليست جاذبه يعني، فكان الاولى يمكن طرح هذه العمليه باكتتاب شعبي امام الجمهور بدلا من التوجه لشهادات الاستثمار. لو تعطينا رايك بهذا الموضوع، كيف ترى شهادات الاستثمار المطروحه؟ يعني هي اصلها ليها مزايا وليها عيوب الحقيقه، لكن هي من كل وجهه نظر تختلف عن الاخرى. يعني من وجهه نظر النظام او الحكومه شايف ان الاسرع بالنسبه له، خاصه زي ما حضرتك عارفه ان المشروع كان المفترض انه هيتم خلال 3 سنوات وتم قصره على عام واحد، فبالتالي هم محتاجين في اسرع وقت ممكن سيوله للبدء في عمل المشروع او للمضي قدما في المشروع على اعتبار ان هو بدا بالفعل. فكره طرح اسهم كانت هتحتاج لانشاء شركه ومن ثم تقييم ثم بدء في اجراءات الاكتتاب، وان كان يعني هو تم تعديل قواعد القيد في البورصه. انا في رايي الشخصي تحديدا لهذا المشروع، يمكن للمشروع محور قناه السويس وليس لحفر القناه، على اعتبار ان مش لازم الشركه تكون قائمه من سنوات علشان يبتدي ادراجها في البورصه. فده كله مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في انه هيبقى المشروع على شكل اسهم ادى انطباع ايجابي لدى المتعاملين، وادى طبعا حاله من التفاؤل العارمه بالنسبه لكل المتعاملين في السوق على اعتبار ان ده هيؤدي لدخول سيوله جديده الى البورصه، ومن ثم البورصه يعني هتنتعش خلال الفتره اللي جايه. طبعا مع الاعلان عن شهادات او قصرها على شهادات استثمار، ده شكل نوع من الصدمه على اعتبار انها هتبقى عن طريق تمويل مش على شكل دين وليس على شكل مساهمه من قبل المصريين، يعني هيبقى الحكومه بتستدين من الشعب علشان تكمل المشروع. مساله ال 12% انا اراها بمنتهى الامانه مش مغريه بشكل كبير بالنسبه لمتعاملي البورصه، على اعتبار ان الفايده في الوقت الحالي حوالي 10.5% على شهادات اللي بيصدرها البنك الاهلي وبنك مصر،
وبتمتد في حال وصولها إلى 5 سنوات إلى 11%، يعني تقريبا فرق 1%، فيما أن الشهادات دي بتمتاز بأنها بعد 3 سنوات يمكن استردادها دون خسارة أي مبلغ من قيمة الشهادة. أما شهادات التمويل اللي هي المتعلقة بقناة السويس، أعتقد أن هيكون الإقبال عليها هو الدافع الوطني فقط وليس الدافع للبحث عن أرباح أو عن عائد الـ 12%. نتمنى أن محور قناة السويس بقى نفسه يتم تمويله عن طريق الاكتتابات في البورصة لكي ما يتملك المصريين بالفعل أو يشعروا أنهم جزء من هذا المشروع الضخم اللي الكل بيحلم أنه هو يكون على غرار السد العالي. مش منطق أبدا أنه هو يقام على الاستدانة في ظل ما الدولة بتعاني من حجم دين كبير جدا. سريعا، القلعة اليوم أسكم التابعة لها ستكون أيضا ضمن الشركات المختارة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. أستاذ إيهاب، ما هي توقعاتك يعني بعد هذا الاختيار على أسكم تابعة للقلعة؟ كيف سيكون مردودها على الشركة؟ وأيضا السهم يعني بعد هذه الأخبار إلى أين يتجه؟ يعني هو أعتقد طبعا هيبقى المردود إيجابي، ما فيش شك. يعني لما يبقى في مشاركة في أي شركة في هذا المشروع الضخم ما فيش شك ده هيعود عليها بالإيجاب. لكن زي ما حضرتك عارفة أن القلعة بتعمل إعادة هيكلة كاملة في الشركة، وزي ما حضرتك برضو قلت في البداية أن هناك تخارج من بعض الشركات، خاصة الشركات اللي ما بتشكلش بالنسبة لهم يعني عائد كبير، فممكن ده يشيل ده أو ده يعوض ده. لكن أعتقد أن السهم من الناحية الفنية يمكن بس لو قدر يتخطى المستويات الحالية اللي هو عندها عند مستوى 4.5 جنيه، هيستهدف مستوى 4.80 جنيه، وهي دي المنطقة اللي ممكن يقف عندها شوية قبل ما يقترب من قمم السابقة قرب 5.5 جنيه. أستاذ إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك.